مصغري وانا نتخذ في القرار تاعي وحدي. سن الرشد تاعو 18 سنه ولا يقدر يعطي له شويه حريه، ماشي حريه مطلقه. عطيت لهم الحريه التامه لولادي. 18 سنه هكذاك 18. تلاحظي باللي بكري الطفل كان ناضج. 19 سنه هو سن الرشد القانوني اللي يسمح لاي شخص توفر فيه الشروط باش يتحمل مسؤولياته ويسير شؤونه. فهل يعترف الولي الجزائري بهذا السن في منح الحريه لابنه ام عنده مقاييس اخرى في ذلك؟ هذا واش راح نحاولوا نعرفه في هذا العدد الجديد من صريح جدا. مرحبا بكم. كي تشوف طفل ينضج شو تمد له المسؤوليه؟ عطيت لهم الحريه التامه لولادي. كي يكبر نقولوا 14 سنه 15 سنه خليه يدبر راسه، طفله ولا طفل. كاين وين البنات تمد لها المسؤوليه وشغل تكون تحت المراقبه تاعها توجور. اون فوا لازم يفوت سن المراهقه ابارتي جينيرالمون ابارتي 20 طون ينجم يخلي له شويه حريه، ماشي حريه مطلقه. هو كي يلحق نقولوا سن الرشد تاعو 18 سنه ولا يقدر يعطي له يبدا يعلم فيه كيفاش نقولوا يصرف، كيفاش يمشي، كيفاش يتكلم مع الناس، كيفاش يحافظ على روحه. هذه القرارات الكبار يلحق 25 سنه ولا ياخذ يقدر ياخذ قرار وحده يكون ديجا راشد تقريبا كيف دوك التربيه هي اللي تلعب دور. ما بين احنا عائله محافظه استدير قريب البنت ما نعطوهاش نفس الحريه نفس المسافه كما هي كما الطفل. استدير البنت كل اب يتمنى لو كان تروح للعائله الثانيه تاعها وفما تدبر راسها مع النصف الثاني تاعها. تبدا من 17 طون 18 طون يبداو يختاروا الحاجه لنفوسهم. بالنسبه للبنات والولاد كيف؟ الطفل كي يكبر البلوغ تاعو خلي فيا. il fait ses courses tout seul وحده، يهتم بالدراسه تاعو وحده، ينجم يفواياجي مي يفواياجي على الانتيري دو بيز. الوقت الحالي اللي رانا فيه ما عنده حتى حريه. علاش؟ باسكو الطفل راه يجي الوضع في مع التطور التكنولوجي اللي في النظر تاعي راهي في بعض الاحيان سلبيه تاثر على الطفل اكثر من اللي هي ايجابيه. الله يبارك فيك ان شاء الله. احنا حريتهم ان شاء الله هم اللي يبنيوها، فهمتي؟ كي يكون كاين الوظف في الجزائر الانسان كيما يقول لك يعطي لهم حريه ليهم. 18 سنه هكذاك 18 طفله. احنا ما لان برا ما طفله ما نعطولهاش الحقوق كيما الطفل حبي الحقيقه نعطولو الحقوق تاعها حبي يقول الشرع تاعها بصح بان تسير بدات تسير طفله. لا يعني من صغري وانا نتخذ في القرار تاعي وحدي، يعني ما كاش اللي ورا لي ولا اللي وجهني. رجعوا للزمان تلاحظي باللي بكري الطفل كان ناضج. دوك الطفل ولا الطفله ولا حيث ما كانت ما راهيش ناضجه كما كانت زمان. كي دخلوا الجامعه بالك ديجا كي تاخذ الشوا باش يسوي واش من الدراسه يتبعها ديجا ستا شوا. نفس الشيء بالنسبه للبنات والدراري. كيف بيان سور. كي داعم واش من سن خلا وقت سير حياتك؟ ملي خرجت من الدار. واش من لاج؟ 19 سنة، بليتو 21 سنة. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، انستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، انستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر.
تويتر، انستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، انستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، انستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، انستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، انستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، انستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، انستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، انستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، انستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا.